مساء الخير لكل الموجودين معانا اليوم، لكل هالجمهور الحلو. بدي اسمع منكم زقفه كثير كبيره حتى نبلش هيك اجواء حماسيه. وبرضه بدي اقول مساء الخير لكل اللي راح يحضرونا طبعا على شاشه رؤيا. راح تنعرض ان شاء الله هاي الحلقه خلال يوم الجمعه على 8:30 والشهر طبعا 31/10 بنهايه هذا الشهر. احنا اليوم موجودين حتى نحتفل بغرفه الدنانير المقدمه من بنك القاهره عمان. طبعا هاي الغرفه بتميز فيها بنك القاهره عمان، واللي طبعا إلها وقت مبلش من زمان من 2007، وطورها البنك خلال هاي الفترة ووصلت طبعا زمان كانت 25,000، هلأ في إلها أكثر من قيمة. إحنا احتفلنا بشهر 6 بقيمتها الأولى واللي هي ربع مليون دينار. طبعا كيف إحنا بنقدر يعني نحصل على هاي الجائزة؟ عن طريق إنه نفتح حساب ببنك القاهرة عمان أكيد، وطبعا نشترك بالتوفير، يعني يكون عندنا حساب توفير مع بنك القاهرة عمان حتى ندخل بالسحب ونكون من الرابحين والمحظوظين حتى ندخل بهاي الغرفة. خلال شهر 6 كانت معكم زميلتي دانا أبو خضر اللي قدمت غرفة الربع مليون دينار. لا، اليوم القيمة أكثر. بشهر 9 وصلت قيمة هاي الغرفة طبعا بامتياز من بنك القاهرة عمان لنصف مليون دينار. أكيد تم السحب على اسم الفائز، هو رح يكون معنا اليوم، وأكيد رح يدخل بهاي الغرفة الزجاجية اللي أنتم شايفينها اليوم، وأكيد رح يحاول خلال 10 ثواني إنه يلم أكبر عدد من أوراق النقدية المرمزة واللي هي بقيمة نصف مليون دينار. بس الخبر الحلو إنه بنهاية هذا العام الجائزة الكبرى اللي رح تكون معانا من بنك القاهرة عمان حتكون مليون دينار. فنطلب من الكل ونصيحة طبعا للكل يفتح حساب توفير ببنك القاهرة عمان حتى يكون لكم الفرصة إنه تدخلوا على هذا السحب. طبعا سياسة البنك، سياسة بنك القاهرة عمان اللي هي توفير الطاقة، عشان هيك اليوم أي حدا رح يربح معانا رح يربح صندوق توفير الطاقة، رح يكون من نصيبكم إذا جاوبتوا صح على الأسئلة. غير هيك إحنا في عنا جوائز شهرية من بنك القاهرة عمان للي بيفتح حساب فيهم. في عنا 4 فائزين كل شهر، وقيمة جوائزهم هي 50,000، 10,000، 5,000، وبرضه 2,500، وهذا إشي بس بتميز فيه بنك القاهرة عمان بكل فروعه اللي هي 84 فرع. قديش؟ 84 فرع بكل عمان وبرضه بالمحافظات. طبعا دائما خدمتهم رائعة وكتير بديروا بالهم طبعا على العملاء وعلى اللي بيفتحوا حساب في بنك القاهرة عمان. برضو حتى نحكي أكثر عن نشاطات هالبنك، طبعا زرنا فرع الفحيص برضو بيقدم لنا خدمات رائعة، وكمان بنك القاهرة زار جمعية الرؤى للمكفوفين اللي موجودة بالأغوار الوسطى. طبعا دائما نشكرهم على أعمال هالخير، وبرضو كان في عندهم معرض الكتاب الشامل اللي صار بجاليري بنك القاهرة عمان، واللي طبعا نشاطاته رح تكون أكثر وأكثر خلال هاي السنة. وزي ما حكينا الجائزة الكبرى خلال نهاية السنة رح تكون مليون دينار من بنك القاهرة عمان.